الودي ولا شجان بكل الحب في نادان ويحل الوعد في الخيمة على الميعاد والأزمان أزمان. هذا البرنامج برعاية بكل الحب في نادان ويحل الوعد في الخيمة على الميعاد والأزمان أزمان. بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة ومنها نحصد العبرة ونمضي في الدنا فرسان ونمضي في الدنا فرسان. بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قنوات فور شباب. أسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات والبركات، أمسية جديدة وليلة جديدة نلتقيكم فيها مرة أخرى عبر برنامج الخيمة الذي يستضيف النجوم والرموز في مجال الفن الهادف الذين يأتون بطلب من السادة المشاهدين، ونحن دائما في فريق الخيمة نحاول ونسعى جاهدين أن نلبي هذه الطلبات. في بداية هذا اللقاء أعتذر عن الحلقة الماضية والتي لم نحظى بمشاهدة ضيفنا فيها، الضيف الرائعة يحيى حوى، نتيجة خلل فني، لكن بإذن الله يحيى حوى راح يعوضنا في الحلقات القادمة. نسعد بالتواصل معكم من خلال الوسائل والقنوات المتاحة وهي الفيسبوك وتويتر ورسائل الاس ام اس وأيضا المداخلات الهاتفية. ضيوفنا في هذه الحلقة المميزة المختلفة مو ضيف واحد، مجموعة ضيوف، وهي فرقة تربعت على عرش الهرم الإنشادي لفترة معينة. هل ما زالت تتربع على هذا العرش أو لا؟ سنعرف الإجابة في ثنايا هذا الحوار مع نجوم فرقة صدى الخليج. صدى الخليج في التقرير التالي. بحر الوعد في الخيمة على الميعاد والأزمان لقاء الود والأشجان. فرقة صدى الخليج. تأسست الفرقة في عام 1424 هجرية بعد اجتماع ثلة من الشباب جمعهم حبهم للنشيد، فسخروا هذه الطاقة في خدمة الدعوة. وتتكون الفرقة من 11 منشدا وهم المنشد علي المقيط، طارق الشتوي، عبد المحسن اللهو، ناصر اللهو، عمر شرعب، إبراهيم الغامدي، ناصر الصايل، صلاح الغامدي، فادي الغامدي، رائد العوض، ورياض القحطاني. وقد شاركت الفرقة منذ تأسيسها في العديد من المشاركات داخل المملكة وخارجها، ومن بينها مهرجان فور شباب بريدة، مهرجان ربوة الرياض، ومهرجان عرسان جمعية إنسان. كما كانت لهم العديد من المشاركات في المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان جائزة رأس الخيمة الخامس للقرآن الكريم، الليلة الإنشادية في مهرجان ليالي فبراير بدولة الكويت، ومهرجان أصوات من نور في أستراليا. ويحل الوعد في الخيمة على الميعاد والأزمان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تعرفنا على ضيوفنا في هذه الحلقة. هذه المرة جالس في منتصف الخيمة، يعني محاولة مني اللي أدخل في جو النشيد ونحتك مع شباب المنشدين المبدعين في بداية هذا اللقاء. نرحب فيهم باسمكم جميعا. الأول الأستاذ علي المقيط، حياك الله قائد فرقة صدى الخليج. الله يحييك ويبارك فيك، أشكر لكم هذه الاستضافة الرائعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم حلقة خفيفة وظريفة على الجمهور المتابع بإذن الله. بإذن الله. النائب الكريم طارق الشتوي، حياك الله. الله يحييك، وسعيد جدا باللقاء بك أخوي عبد الوهاب وتواجدنا بالقناة، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين. أكيد، يا مرحبا. أنتقل للضفة الأخرى، رياض عبد الهادي المنشد الرائع، حياك الله. الله يحييك ويسلمك، وإن شاء الله زي ما قال الشباب نكون ضيوف خفيفين إن شاء الله عليك. أكيد بلا شك. أخيرا المنشد الجميل عمر الدوسري، حياك الله. الله يحييك وبيك إن شاء الله. يا مرحبا، حياكم الله جميعا، نورتونا وشرفتوا خيمة فور شباب. يعني ما أخفيكم سرا أنه الجمهور من فترة يطلبون صدى الخليج صدى الخليج، فاحنا نقول للجمهور هذه صدى الخليج معاكم ان شاء الله. احنا ما نقدر على جمهورنا، يعني صراحه انه هم دائما هم السباقين، يعني اغلب الجهات تدعينا وتطلب مشاركه صدى الخليج، سواء كانت قنوات اعلاميه او منظمين مهرجانات،
ونستغرب انهم بنفس يعني نفس الموضوع يقولون ان الجمهور هو اللي ألح، فاحنا عندنا قاعده جماهيريه انتبهوا منها يعني. جميل. لا ترى احنا ما نقدر نقولهم لجميع الجماهير هذا حبايبنا ما نقدر نرد عليهم اي شيء يبونه لازم ننفذ لهم اياه. يا سلام. واحنا في بلا شك في صوت البرنامج نحترم كل الجماهير. تسلم. والبرنامج اساسا كل الضيوف يمكن قلنا في البدايه ما ياتون الا بطلب من الجماهير، وجودكم هذا بطلب كبير من الجمهور. خليني ادخل يعني في الدردشة على طول. يعني صدى الخليج يمكن في ناس توقعوا ان اللي يحضرون معنا اليوم الستاف كامل. نعم. لكن اللي حضروا أربعة أول ما شاء الله تبارك الله، يعني عدد كم؟ 20 ولا 15 تقريبا؟ شوف الفرقة في أقصى حالاتها وصلنا إلى 14 منشد. هذا في أقصى الحالات؟ في أقصى الحالات. أيه. والآن يعني للظروف الدخول الفرقة والخروج من الفرقة بعض الشباب حسب يعني ظروف دراسة وزواج وارتباطات وهذا، الآن وصلنا إلى تقريبا 12 منشد اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك. فاثنين قصوا يعني نعوضهم ما في مشكلة. طيب وعندنا لسته يعني قائمة طويلة في الانتظار يبغون ينضموا الفرقة قريبا. لا بس بنيجي نتكلم ليش النقص هذا. بس خليني أسأل طارق، يعني 14 ما تحس إن العدد كبير في فرقة وفنية مرتبطة بسفر ورحلات؟ هو متعب كإدارة لكن كعمل فني وجودة على المسرح وكذا لا بالعكس، كل ما زاد العدد يكون الأفضل، خطوط التوزيع تكون متكاملة، يعني في أحد في ضعف أحد أو صار خلل معين في من يغطي، فالعدد الكبير ممتاز، التجانس يكون أحلى و في نفس الوقت عندك ال عندك احتياط. لا مو مسألة احتياط، الكرة له طعم غير لما يكون عدد كبير. حلو. لكن اذا نقص العدد انتم ممكن تخرجون بعدد اقل من 14؟ لا انا بالمشاركات ممكن نخرج الى 8 مشاركات المسرح ممكن نخرج الى 8 لكن في ظروف فنية معينة يعني وتكون مجهدة جدا للثمانية اللي بيطلعون. حلو. لكن ما عندنا مشكلة إلى 8. اللقاءات الفضائية وهذا ما نثقل أيه صعب يعني 12 ما شاء الله المكان من بيروح شوف 12 ونحطه بنقلبها يسمونه عندنا احنا فريقين واحد هنا وهنا صفين ردية صفين صفين صف وصفين. عمر يعني ايش اللي خلاك تلتحق بفرقة صدى الخليج؟ والله الفرقة صراحة هي انا قبل كنت في فرقة روعة الإنشادية. حلو. ما كمل طبعا معهم صارت ظروف للفرقة، بعدها جلست سنة تقريبا أنزل أعمال خاصة فيني. حلو. الحمد لله أنا يعني حاط في بالي إن الفرقة اللي مختارها يعني في بالي إن فرقة صدى خليج. يعني هي كانت طموح في بداية المسيرة الإنشادية أي صح، لأن حتى أنا كنت في فرقة روعة كنا يعني نستفيد منهم صراحة، إذا جينا نحضر أي حفل نشوف إبداعات صراحة يعني في الكورال. جميل. حلو. رياض متى انضميت للفرقة ويعني كيف كانت الملابسات هذا الانضمام؟ مصطلح قوي صح؟ ملابسات ما في ملابسات إن شاء الله، بس يعني قصة الدخول تقريبا يمكن قبل 4 سنوات تقريبا دخلت الفرقة. طبعا كنت أعرف أخ طارق من الأشخاص اللي كنت أعرفهم قبل يعني في الفرقة، والأخ إبراهيم الغامدي يعني دراسة في الابتدائي والمتوسط بس. يعني هذا أقول لهم إيش المعرفة يعني المعرفة مو بس في مجال النشيد، معرفة أي معرفة قديمة يعني بين طارق يعني ما شاء الله قرابة و يعني قرية واحدة خاف بعدين تصيرون كلكم عيال عم في الفرقة. لا لا ما في ترى عندي والله مشكلة، أنا أعاني من المشكلة هذه. وش المشكلة؟ عندي قحاطين وعندي غمد وعندي من جماعة نزبريين فصاير وعندي حساويين فاحيانا احس عندنا يمني واحد وعندنا لا اثنين يعني انتم خليط من المجتمع السعودي. لا احيانا احس انه والله يعني الشباب هذول بدوا يتحمسون في واحد بيدخل الفرقه منه والله واحد قحطاني احس ان هذول بينتصرون لنفسهم شوي للغمه لا والله عندنا ترى ها في واحد صوت صوته مضبوط. فلكن اتوقع انه يعني وجود هذا الخليط يعني اكسبنا ميزه بحيث ان احنا ممكن نقدم اللون اللي يناسب كل منطقه احنا نتواجد فيها. حلو. فلو رحنا الشرقيه مثلا اهل الاحساء واهل الشباب اللي عندنا القرايب من الزبار وهذا ممكن ناخذ منهم يعني من بعض فكرهم واناشيدهم واللون اللي يناسب المنطقه الشرقيه. لو رحت الغربيه يعني ممكن ناخذ من الاخوان وبرضه في ناس من الشباب زي صلاح الغامدي مثلا ارحامه وقرايبه في جده وهذا فتاخذ برضه من اللون هذا. بس ما عندك واحد من الغربيه صح؟ من الغربيه جده الغربيه والله ودنا بس طيب جدة ومكة يعني المنطقة الغربية بشكل عام حتى المدينة يعني فيها عدد كبير من الفرق الإنشادية وإن كانت غير معروفة في الساحة الإعلامية.
ما في بينكم وبينهم تعاون او حاولت؟ والله شوف انا بقول لك شيء، احنا ننظر لكل الفرق على اننا يعني اخوه واصحاب ونعمل في نفس المجال. الصدى الخليج يمكن يعني مثل ما شفت وتفضلتوا في المقدمه، احنا يعني تقريبا وصلنا الى الشباب يعني يمكن 14 سنه في مجال الانشاد كانشاد عام، يعني هم بينهم وبين نفسهم، ومع الفرقه يمكن وصلنا الى 8 سنوات، فثمان سنوات وتسع سنوات في المجال. انا احس ان الفرق هذه اللي جت في الغربيه اللي تتكلم عنها يمكن يداو حداو ابداعي اللي كانت موجوده على ايام بدايات الفرقه صدى الخليج كانت موجوده، لكن كل الفرق اللي بعدها جت يعني جت بعدنا. فبالعكس احنا نعتبرهم يعني منافسين وموجودين ويقدمون شيء رائع للسوق، لكن لازم يكون في اهتمام بمنتج يعني بالمنتج النهائي اللي يقدم. طيب والشيء الثاني لازم يكون عندك يعني انت ما تقدم اي شيء للجمهور او تنزل باي حاجه للجمهور، لازم يكون لك طريقه مدروسه في طرحك وتواجدك الاعلامي ويعني اختيارك وانتقاءاتك، يسمونه ذكاء الطرح. هذا اللهم لك الحمد احنا في صدى الخليج درسناه، بحكم انه اغلب اللي موجودين معي في الشباب يعني طبقوا تخصصاتهم الاداريه، مثل الاخ عمر شاره مثلا في التسويق وتخصص تسويق ومهندس تسويق رجال، عفوا استشاري تسويق في احد الجرائد المعروفه عندنا هنا في وتطرح، قاعد ناخذ نسقي من الرجال هذا ونحاول نطبقه كسياسه تسويقيه داخل الفرقه. حلو. اضافه الى مثلا الاخ ناصر الصايل تخصصه في المجال الاداري، قاعد احاول ناخذ من هذا يعني فنطبقها كتطبيق يسمونه مؤسسي في اداره الفرقه. للاسف اكثر الفرق اللي طرحت واللي موجوده الان اسمعها في الغربيه وحتى يعني في مناطق اخرى من المملكه ما اشوف انها تعمل بالسياسه الاداريه. وذكر الدكتور علي العمري في اول لقاء كان لصدى الخليج قال طلبت منه انه يكتب مذكره في دفتر صدى الخليج حق المذكرات يعني قديم، فقلت له دكتور اكتب لنا كلمتين، فكتب الدكتور ومصوره عندي الى الان وموجوده في صفحه الفرقه، كتب الى الفرقه الانشاديه الاولى في هذا العقد، الى الفرقه الانشاديه الاولى في هذا العقد اذكركم بالله عز وجل وبان نجاح الفرق من نجاح اداراتها. فهذا دليل فان هذا دليل على انه نجاح الفرقه فعلا يعتمد على انه يكون العمل داخل الفرقه عمل مؤسسي. حلو. الفرق اللي موجوده هنا كخامات واصوات وافكار رائعه جدا، لكنها تفتقر الى جانب انه طريقه ادارتها. طبعا مو الكل، في فرق يعني حقيقه انا اعرفها تعمل باداره جيده وكذا، لكن فرصه الظهور هي اللي يعني لاعبه. طبعا انا ما اعمم طبعا الكلام هذا ما يشمل الجميع، اكيد لازم تحصل في ناس موجودين في المجال وهذا طرحوا وقدموا اعمال رائعه جدا وتواجدوا بالسوق يعني في المجال الفني او في السوق الفني بشكل مدروس. حلو. وهذا لكن الاغلب انا اتكلم على الاغلب بانك طرحت يعني كثره، لو نجي نرص اسماء الفرق اللي موجوده أكيد. ما شاء الله يعني عدوا غلط، وفي بعض الفرق تشوفها قبل المهرجان بس يتجمعون الاربع ايام قبل المهرجان يطلع اسم الفرقه يشاركوا في المهرجان، بعد المهرجان تنتهي الفرقه وينتهي اسم هذه الفرق المؤقته. طيب بنجي احنا هذا يعني سبب انه فعلا تواجدت اسماء كثيره، لكن كخامات واصوات انا اعتبر المنطقه الغربيه منطقه زاخره جدا 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 بالخامات الانشاديه والاصوات الرائعه. حلو جميل. انا بسال سؤال بس يعني ما بوجهه لك، تفضل. بوجهه لطارق، ليش علي المقيط هو قائد الفرقه؟ كيف صار علي المقيط يعني ترى من اول يوم بدات الفرقه الى اليوم انا القائد، فلازم أيوة يعني ما نقلب عليك ها؟ لا بس يعني انا ما ودي يعني مثلا تثني على نفسك او تعطي اسرار. ابو طارق يعطينا ايش السر في علاقه الفريق مع القائد؟ قبل نقول كيف رشحنا علي ولا علاقتنا احنا بين الشباب علاقه يعني اخوان من دون اب وام يعني اخوان صراحه يعني نحزن البعض نفرح البعض نتعاون يعني اشياء كثيره نقدر بعض، حتى لو صار اي طبيعي انه يصير اي خلاف ما يخرج عن دائره الفريق، ما يخرج ابدا ولا حد يدري يعني، وتنحل ما يطول واحيانا بدون حل نرجع لبعض عادي. يا سلام. فاختيارنا للعلي واختيار الاداره سنويا ترشيحات، نرشح سنويا كل سنه لنا جلسه ناقش اخطاء السنه كامله مناصب الفرقه يعني تقصد؟ ايوه ونحدد مناصب ونطلع بتشكيله جديده وفكر جديد وايش ايش الخطوات اللي او الاهداف اللي راح نبغى نحققها السنه القادمه. هذه سنويا دائما نلتقي فيها يعني غالبا شهر 10 بعد رمضان. حلو جميل. انا سمعت عمر ان شخصيه علي المقيط شخصيه اداريه حازمة وهي أحد أسباب يعني استمرار الفرقة.
يعني هذا شيء جميل. لا تمدح الحين وانت الحين قاعد تمدح على الهواء ما يصير. لا انا خليهم يمدحون لكن في سؤال هنا اصبر علي انت. طيب انا اضبط الموضوع. الحزم يعني ممكن يكون صعب لكن في المقابل في نجاح، كيف يعني انتم تستقبلون هذه الشخصيه من شخصيه عمر علي المقيط؟ صراحة علي يعني من الاشخاص اللي يستشير الفرقه في اي شيء، هذا اللي يعني ساعدنا ان يعني نختار علي. نختار علي هو اللي يعني القائد، يعني اي شيء على طول في اي اجتماع نجي يا شباب ترى في نقطة كذا ايش رايكم ايش رايكم ونتفق. وطبعا في طبعا شباب يجتمعون مقسمين يعني في وقت اجتماع او في يعني ورشة عمل، طبعا اخر شيء يطلعون بشيء احنا نتفق عليه واخر شيء القائد هو اللي يعني. طيب انت كان لك طموح انك تجي لفرقة صدى الخليج، ما في طموح ثاني تصير قائد الفرقة مثلا؟ ما حد يسمعنا من الشباب هنا. والله القيادة لها أهلها يعني، بس أنا يعني مو يعني مثلا تتطور في الفرقة عمر وتصير مثلا يعني تاخذ المستقبل مساحة أكبر، مو شرط قيادة الفرقة، حتى ممكن تكون تمسك مثلا توزيع معين، انت عندكم المالية والأمين العام المالية وإعلام علاقات عامة. والله إن شاء الله خلي حدد لنا قائد ونختار أصلا من الجمهور نتوسط. خايفين شوف خايفين ما في. طيب رياض تنسيق الفريق، رحلاتكم، سفرياتكم، أنت أكيد مرتبط بأشياء أخرى، كيف تحاول ترتب هذه الأمور مع فريقك؟ شلون يعني؟ يعني أنت مرتبط بعمل أو طالب، تدرس أو طالب؟ طالب. تدرس أو طالب، حلو السؤال صح. يعني ما في وظيفة؟ أنا طالب في جامعة الملك فيصل. تمام، بس أنا ما أدري إيش تقصد يعني توزيع مهام تقصد إذا كان في. حلو، أنت الآن طالب ومجان. الآن عندكم سفرية فيها عمل، كيف ترتب وضعك الحياتي العام مع اعمال فريق كامل عشان تدخل معهم في التيم في السفريه الروح الجايه؟ غالبا يعني الحفلات او الارتباط يعني مع جهات معينه يكون يعني احنا متفقين الشباب يعني غالبا انه يكون في وقت ويكند اربع خميس جمعه شيء يتناسب، حتى لان الشباب موظفين برضو، اللي موظف واللي عنده اهله وكذا مشغولين، فغالبا تكون يعني ارتباطاتنا تكون في نهايه الاسبوع يعني. حلو جميل. يعني بالنسبه للجداول اللي تخرجون فيها في الاعمال بسال عنها، لكن ودنا يعني ناخذ حاجه من ابداعات صدى الخليج، اذا في شيء جماعي مثلا نسمع حلو. او شوف احنا الجماعي علشان بس بما انك انت طرحت النقطه، الجماعي ما نقدر نتكلم، ما نقدر ننشد اربعه واحنا الاصل يعني قلت لك اقل شيء ثمانيه، فاتوقع الجماعي ما راح يعني ما راح يعطي الصوره الواضحه جدا لصدى الخليج، لان صدى الخليج قوتها في تكامل الاصوات. لا بس الصوره الواضحه نعرفها. طيب. احنا نعرف الصوره الواضحه حق صدى الخليج، نبغى شيء من اربعه لكم مقطع كذا وعرضوه للجمهور من احد المهرجانات عشان تصير الصوره واضحه، لكن ممكن الشباب عندهم يعني انا احنا متوقعين انه يكون الجمهور طلب وان الشباب ينشدون، فالشباب مجهزين يعني الكثير من الاعمال. طيب بنجي للطلبات بس يعني. افتتحوا لنا بشيء كذا من اختياركم. والله ما واحد من الشباب يعني شد حيله ويسمع. اتفقوا يا رب. تبغى حزم واقول لهم مين ينشد؟ ايوه عطنا يلا استخدم الطريقه الاداريه. ولا تبغى هم يبادروا؟ ما ينفع برنامج هذا ما ينفع. ما في حزم. لا حزم. طيب رياض عندي شيء ممكن يسمعكم يعني. يلا رياض بسم الله. طيب دامك ورطتني خلاص انا بورط عمر معي. يلا عندنا ديو انا عمر. بسم الله. على كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال، على كثر الجروح اللي تمادت أكتم العبرة، رضيت أبقى تحت مر الزمان اللي غدا همال، مدام الله كفى العبد تصبر واحتسب أجرا. أنا باقي وظل أبقى على جور الحزن حمال، ولاني من صنوف اللي بسهولة ينفجر صبرا، وأنا والله من صغري عرفت إن الرجال أفعال، عرفت إن الفتى لله،
ما غير الله يفك أسرى. وعلى كثر الهموم اللي في قلبي ما شكيت الحال، على كثر الجروح اللي تمادت أكتم العبرة. رضيت أبقى تحت مر الزمان اللي غدا هما، ما دام الله كفى العبد تصبر واحتسب أجرا. الله ما شاء الله تبارك الله. تحية تحية للإبداع الجميل الرائع. يعني خطر في بالي سؤال للجماعة الإداريين هنا. لو في منشد برز من الفرقة وكان صوته جميل جدا وصار عليه طلبات كبيرة من الجمهور وحب أنه يتفرد، أو هو حب أنه يتفرد أيضا بشخصية منفصلة، هل الفرقة تتيح له هذا التفرد أو أنه ممكن يترك الفرقة ويشوف خطة من شادي؟ والله شوف أنا أقول لك شيء، أكثر واحد من شباب الفرقة يعني أصواتهم ما شاء الله تخدمهم أنه يكونوا منشدين مستقلين. عبد المحسن الله، إبراهيم الغامدي، عمر شرعب، طارق الشتوي، في أسماء كثيرة يعني حتى علاقاتهم تخدمه أنه ممكن يكون منشد. لكن أنا ما أدري، أنا مؤمن بقضية وبثيت الإيمان هذا في الشباب. يا سلام بالحزم. أنه تواجدك مع فرقة يختصر عليك المسافات في مجالك الإعلامي، لأنه أنك يعني أنا أعطيك مثال، أنك تكون موجود في صفحة فيسبوك تتبع الفرقة فيها 15,000 متابع، مجرد انك تنزل العمل تضمن انه يعني على الاقل 11,000 متابع، و15 بيكونوا موجودين ويتابعون العمل ويسمعون حتى لو ما ردوا في الصفحه، غير انك تروح تعمل على بنفسك على يعني منشد وتبدا ترتب لك مهرجاناتك واعمالك ومشاركاتك في البوم ومشاركاتك الخارجيه و فهنا العمل شوي صعب انك تعمل على نفسك. وجودك ضمن الفرقه كانك ضمنت ان عندك اداره بس ما يظل ان تحت مظله هذه الفرقه. لا احنا ما نمنع اي شخص من شباب الفرقه يطلب بالاسم، سواء كان في عمل خاص، في زفه، في مشاركه، بالعكس نرحب ونقول له راح شارك باسمك، لا تروح شارك باسم صدر الخليج. في فمك ماء يا طارق. لا وبرضه يعني احنا ندعم، والفرقه تعطي افكار وتخدمه باشياء كثيره، بالكورالات، بالالحان، بالتطوير. يعني ما مستحيل ان اسوي انا عمل ما استشير الشباب، مستحيل. لكن مو حتى لو تنفرد بعمل خاص. ايه عادي، اطلع انا مهرجانات، ابراهيم يطلع مهرجانات، علي يطلع، طلعنا انا وعلي كل مره مهرجان. عادي الوضع، عادي يعني ما في احتكار. لكن حب الشباب، حب العمل كجروب له طعم ثاني. وانا اشوف انه غالبا اللي يخرجون من فرق يعني ما يستمرون او تكثر الاشواك عليهم. لا لا، إدارة الأعمال، أنا أقول لك الفرقة تريحك من مسألة إدارة أعمالك. أنت جالس وقاعد يجيك الشغل كامل مرتب، ما عليك إلا تلبس ثوبك وتطلع على المهرجان وتنشد للناس. حتى الأعمال، حتى الأعمال يعني إنشادي، إحنا نتواصل مع الشعراء ونكتب الكلمات للشباب ونعطي. يجي يقول مثلا الجهة الفلانية طالبة مني عمل، خلاص أبشر نكلم لك إحنا الشاعر. تبغى عن إيش مثلا؟ عندنا لسة شعراء، اختار، نكلم فلان فلان فلان، ناخذ نعرض عليه قصائد. جميل. خلص لحن، برضه نفس الشيء الالحان. فالفرقه عباره عن يعني زي ما قلت لك اداره اعمال. الشيء الثاني يمكن هذا اعتقد انه هذا جانب من سؤالك لكن انت ما اظهرته في السؤال، اللي هو الموضوع المادي. انه كونه ينفرد ك والله انا على لساني بس قلت ما داعي الاحراجات. لا انا قلت صريحين كويس انت. ما عندنا مشكله، احنا رحت حلالك يا ابن الحلال، اي شيء تاخذه من الجهه سواء كان كذا، اذا بتعطي الفرقه هذا خير وبركة من عندك يعني. فضل. أي بس الناس بيكون في نظام، ما في يصير إنه خير وبركة يعني. لا ما في نظام، هذا حق. جاي لعنده يروح لنا هذا شارك غصب. لا إذا هو. لا إذا أنتم شاركتم في العمل ما تأخذون شيء، كورال مثلاً أو الشعر. أبداً إحنا أي واحد من شباب الفرقة، طارق شتوي كان مسؤول عن عمل إصدار كامل، والفرقة دخلت في أعمال كثيرة يعني، صوت الشباب وهذا، وأصدر العمل وأنتج لي الرجال. طبعاً هو ما قصر مع الشباب. لكن من عندي أعطيت يعني. حلو. حتى ماديا يعني ابدا ما عندنا مشكله. يا سلام. انا استاذنكم والساده المشاهدين، بعد الفاصل سنبدا في استقبال المداخلات الهاتفيه لمن اراد ان يوجه سؤال لاعضاء صدى الخليج او يطلب طلب معين. بعد الفاصل تابعونا. لقاء الود والاشجان بكل الحب في نادى. هذا البرنامج برعايه خيمه على الميعاد والازمان. أزمان
بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة ومنها نحصد العبرة ونمضي في الدنا فرسان ونمضي في الدنا فرسان بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخيمة على الميعاد والأزمان. عدنا لكم الظاهر الجمهور النسائي بدأ يشد حيله. عدنا لكم مشاهدينا الكرام حياكم الله، وعدنا لكم أيضا لمن يتابعنا من الجنس النسائي في هذا البرنامج، ترحيب مرة أخرى لأعضاء صدر الخليج. الله يحفظك ويبارك فيك، شرفنا فيك. نعود للحديث والتواصل معكم، لكن أبغاكم تجهزون للنشيد. هذه مرة بطلب من علي المقيط. أنا أنشد؟ أيه؟ أنا بنشد إن شاء الله، بس خلي عن نهاية البرنامج. لا بتنشد الحين. لا تقول. أنا مركز الحين في اللقاء، قاعد أجمع المحاور، إنك أنت قاعد تسأل أسئلة شوي فيها. طيب. فيها جوانب مخفية. فأنا مركز في اللقاء، بعد نهاية اللقاء إن شاء الله بدنا نسمعكم شيء. بس نأخذ حاجة خفيفة بيتين، بس بذكر السادة المشاهدين بالأرقام وتبدأ تنشد. طلب مني يا تردني. والله ما أتذكر. ساعد أنا الحجاز وأنا. أذكر السادة المتصلين. أو اللي بيتصلون إن شاء الله بأرقام التواصل معنا، الرقم من داخل السعودية 7010 81، الرقم للمكالمات الخارجية من خارج السعودية 0088216900896، آخر رقم 6. طيب نحاول قدر المستطاع أن تظهر معنا على الشاشة للي حاب أنه يداخل ويأخذ الرقم، حياكم الله. نذكر برسائل الـ SMS، وأيضا السيارة اللي قالت معنا هنا حتكون من نصيب أحد اللي يرسلون كلمة خيمة أو تنت فراغ المسافة أو الطلب في نهاية الحلقات للبرنامج. أولى الاتصالات قبل أنشودة عم علي المقيط، الأخت ريمة. تفضل يا ريمة. ريم تفضل. تفضل يا ريم. ريم أنت معنا على الهواء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسلم على أعضاء صدى الخليج. ألو. أي نسمعي كريم، تفضلي بسؤالك. أسلم على أعضاء فرقة صدى الخليج وأقول الله يوفقكم، وأهم أعمالنا الجديدة. أهم الأعمال الجديدة. طيب إن شاء الله، يعطيك العافية يا ريم، شكرا. أهم الأعمال ناخذها الحين ولا في الأخير برضه؟ لا بس نجاوب عليها. الأهم أولا جزاه الله خير على اتصاله، نسأل الله سبحانه وتعالى نكون عند حسن ظنها. بالنسبة للأعمال الجديدة، الفرقة خلال الخمسة أشهر الماضية طرحنا 10 أعمال جديدة، وحاليا إن شاء الله جالسين نجهز ألبوم زفات للفرقة، بحيث إنه يعني عارفين إنه موسم الزواج نطلع فلوس. حلو. فالآن جالسين نجهزه، ظهر إنها نزلت قبل يومين الديمو حقها، والطلبات كلها موجودة. فتقريبا هذه آخر أعمالنا الآن حاليا. في مهرجانين قادمة إن شاء الله راح يكون فيها أعمال خاصة لكل مهرجان، راح نعلن عنها بإذن الله في صفحة بإذن الله، وناخذ بعض تفاصيل الأعمال الجديدة بعد شوي، لكن نسمع حاجة. طيب تسمع. طيب هذا موال قديم جدا أعتز فيه، ذكرني فيه أخوي طارق. بالله إن زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي، كانوا الملوك على الزمان، وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم، وإذا سألت فلم تجبك فلولهم، فاشرق بدمعك أو فغص بعلقم. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لم تنسيني الأيام صوتك عندما ناديتني، فصمت لم أتكلم، وقعدت عن أرض تباد، وعن ربا سعدت قرونا في ظلال المسلم، سعدت قرونا في ظلال المسلمين.
الله الله هذه اللي الاخوان نداء وحده طبعا من الاناشيد القديمه اللي تربينا عليها وهي رائعه جدا في معانيها وكلماتها والحانها ونعتز والله بانشادها بين فتره وفتره حتى يعني بين اهله والاقارب واخوي ابراهيم برضو منشد ان شاء الله قادم في الطريق وايضا يعني دائما في المشاركات لو طلبت منه الاناشيد يشارك بعد انشوده وشارك فيها مره في مسابقه على مستوى الجبال الصناعيه واخذ فيها المركز الاول وهي الانشوده هذه اصبحت كالوسام لابد من كل منشد ان يمر عليها فعلا يعني فعلا مؤثر فعلا حقيقي شكرا علي على الابداع الرائع انتقل الى السودان معي محمد حياك الله يا محمد السلام عليكم حياكم الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم ومرحبا انا صلت لاول مره بالقناه ليهني عموما ببرامج قناه فور شباب المتميزه والرائعه يعني الله يعطيك العافيه الفرقه بحقيقه الانشوده قبل قليل رجعتنا الى ايام قديمه جدا اناشيد نداء وحداء التي احفظها ظهر قلب انا شاكر لهم واردت فقط التهنئه والتهنئه لهذه القناه المميزه ونحن نتابعها بشده ونتابعها باهتمام كبير هذه القناه قناه فور شباب وهذا البرنامج المميز برنامج الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا اخ محمد يعطيك العافيه شكرا جزيلا صدى الخليج و والسودان الحين مدخلهم معنا لازم تروحون اسم جديد غير صدى الخليج لازم تروحون حفله السودان يا طارق مره رحت السودان والله يستاهلون كنت جاء عرض بس ما ناسبنا في معلومه صدى الخليج الفرقه السعوديه العالميه كيف وصلتم للعالميه توفيق من الله سبحانه وتعالى وتزكيه المرشدين لنا جميل وبرضه تسويقنا يعني علاقاتنا نحاول نحن نكون علاقات مع جهات كثيره حلو ابرز الدول اللي زرتوها تذكر العروض اللي وصلتنا اللي زرناها طبعا يعني ابعد دولة زرناها استراليا ما شاء الله تبارك دولة قارة ما شاء الله وهي من اتعب اشرس المهرجانات صراحة ليش؟ مجهدة اول شيء تشغلك ذهنيا وجسديا يعني شيء ما تخيل من بروفات فيز ما فيز اصدارات يعني تخيل الفيزا ما طلعت الا قبل الرحلة بست ساعات اوه يعني نطلع ولا ما نطلع ما احنا عارفين ورحله دوليه وعندنا في نفس الوقت رحلة مثلا قريه يعني تخيل عندنا حفله في نفس الوقت يعني في دوله ثانيه في قطر فما ندري انتوا معانا مو معانا ايش الوضع كيف ننسق يعني شيء يعني وصلنا لمرحله اتوقع احنا كنا نسولف واحنا نايم يعني نايمين يعني حلو يعني علي اتوقع لكن اكيد والله اضافه اضيف على كلام اخوي طارق بالنسبه لموضوع التزكيات انا اشكر الله عز وجل واشكر الوالد الغالي اللي ربى فرقه صدى الخليج وامن فيها من بداياتها الاستاذ محمد ابو راتب هو اول من ذكر اسم فرقه صدى الخليج في مهرجان اصوات من نور وهذا ما ذكروا لي الاخوان المنظمين هناك وعلى راسهم الاستاذ بشار الجمل اضافه الى ذلك الاستاذ يحيى حوه والله اتصل عليه الساعه 1 بالليل قال لي شو يا زلمه فيكم تشاركوا في استراليا قلت له ساعة واحدة بالليل يا ابو يعني محمد وهذا بالعرض مغري يعني في ناس جايين من اذا اوكي بكره بيتصلون عليكم الساعة 9 الصباح لاختلاف التوقيت اكلمهم اقول معطيهم الاوكي واذا تبون يعني مساعدة ما عندي مشكلة اطلع شباب من عندي من هذا قلت له خلاص احنا الصباح رباح ان شاء الله صار ثاني يوم الصباح اتصلوا علي فعلا اللجنة المنظمة وطلبوا يعني مشاركة الفرقة والله ما لك الحمد الان سجلت فرقة صدى الخليج كيعني عضو رئيسي في المهرجان يعني في كل سنة باذن الله راح يعني كل سنة تروحون استراليا ان شاء الله باذن الله الرحلات الشرسة الامر الثاني الشيء فعلا يشغلك ذهنيا انه المهرجان فنيا مهرجان ثقيل جدا يعني مو مثل المهرجانات اللي موجودة في السعودية ولهذا لانه المهرجانات الموجودة في السعودية او في دول الخليج مهرجان بسيط وغالبا تشارك مع مشاهدين انت تعرفهم تقصد انه الستيج الاضاءه الستيج اسماء المشاركه يعني مثلا انت تجي يعني ماهر زين بيترك خشبه المسرح وبيطلع بعدها صدى الخليج فلازم الماده الفنيه المقدمه يعني على قولتهم ترقى مستوى الحدث وشيء ثاني انه الجمهور يعني توقف قدام 2500 واحد 2000 منهم ما يتكلمون لغه عربيه و500 يتكلمون لغه عربيه فكيف تقدم فن يعني ثوبك الخليجي بنفس الوقت تقدم لونهم اللي هم يستمعون له أو الكلمات البسيطة اللي فيها ذكر الله عز وجل والصلاة على رسول الله يعني الأمور زي هذه ففعلا المهرجان يعتبر من المهرجانات اللي يعني تثقل كم واحد راح استراليا؟ رحنا أول مرة 4 والمرة الثانية رحنا 3 أتوقع السنة الجاية يجيبون 2 وبعدين 4 فقط لحظة 4 فقط اللي راحوا المهرجان طب أنتم ما تروحون بقل من 8 لا أنا أقول لك ليش هذا المهرجان لظروف المهرجان يعني تقريبا المنشد الواحد كان يكلف اللجنة المنظمة او العضو الواحد من الفرقه كان يكلف اللجنه المنظمه
بحدود ال 45,000 ريال. اوه ف يعني اعذرهم والله يعني لا. وانا احاول واحد الاسبوع المره الجايه اقول لك نفس الوقت التجهيزات اللي يقدمونها تخدمك تريحك يعني حتيجي وانت مطمن. المهندس الصوت هو معاك في الثلاث مدن وعارف ايش انت تبغى. انت رحت ثلاث مدن؟ ثلاث مدن سيدني وملبورن وبريزبن. فهو عارف ايش انت تبغى وعارف الجو غير انه فيه معاك يعني هم يخدمونك بالمؤثرات بالشغلات هذه. جميل. انتقل لرياض. رياض يعني اكيد توقفون وراء منشدين كثير. كيف تحاولون يعني تضبطون يعني مساله الدخول في جو المنشد هذا؟ اكيد لكل منشد جو مختلف. كيف تدخلون مع كل منشد في جوه؟ جهز لي بس بعد ما اخذ اتصال بعد اذنك. الاخت هلا من السعوديه تفضلي. تفضلي يا اختي انت معنا على الهواء. غلا تفضلي. عفوا. اول شيء شكرا لكم استضافتكم فرقه فضل الخليج. شكرا لك. الشيء الثاني ابغى اسال اعضاء الفرقه عن تاخر سبب تاخر الالبوم الى هذا اليوم ومتى راح يكون النزول باذن الله. طيب باذن الله يوصل السؤال. وضحك طارق ابتسامه صفراء وضحك خضراء. والله ممكن ارد بس على طول يعني ايه. لا بس بجيك لانه في يمكن نفس السؤال نتاكد. طيب اول شيء مريم تفضل. يا مريم. مريم انت معانا على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اول شيء ابغى اشكر القائمين على البرنامج باستضافه صدى الخليج. شكرا. واهني اول شيء فرقه صدى الخليج على القائد واقول له الله يعطيك العافيه على الاداره الرائعه. وحابه اسال سؤالين. اول شيء ابغى القائد يعطينا معلومات اكثر عن الالبوم اللي راح يجي الالبوم الجديد لانه كثير والله طال انتظارنا له. وابغى كمان اعرف اسم موضوع حكايه خروج ناصر الله من الفرقه. هل كان انه في مشاكل بين الفرقه وبين اداره الفرقه وبين او هذا القرار اتخذه هو؟ لانه بصراحه القرار تفاجئنا منه احنا الجمهور. ممكن اختي تشارك؟ طيب تفضلي يلا. الو. تفضلي يا اختي نتعرف عليك. خديجه العربي. تفضلي يا اخت خديجه تفضلي. ابغى اسال علي المقيط هو يفضل الاناشيد بالايقاعات ولا بدون ايقاعات؟ هو يحبها يعني بدون ايقاع كذا على طول ولا لا؟ طيب وايش رايه فيها؟ اوكي اتضحت الاسئله. شكرا فاطمه. غلا وشكرا خديجه. قبل ما نروح نجاوب على الاسئله في سؤال معلق هنا الظهور دون اتصال عند رياض. طيب ممكن يكون نفس السؤال. خلينا نروح لويام. تفضل يا ويام. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سعد الله مساءكم بكل خير. ومساك تفضلي. لو مهما غيرت مكانك استاذ عبد الوهاب ستظل الابداع رفيقك اينما كنت. يعطيك العافيه شكرا. ناخذ السؤال. عندي اسئله لصدر خليل. تفضلي. ما انطباعاتكم المهرجانات العالمية بما أنه صدى الخليج أول تشارك في مهرجان عالمي من أكبر مهرجانات إسبانيا؟ أعلنت فرقة صدى عن مفاجأة مفاجأتها على أحد القنوات الفضائية. اذكروا لنا نبذة من هالمفاجأة ولماذا صدى الخليج تسرعوا بإطلاق شعارهم الجديد؟ لأن المسمى متكرر ليش ما اخترتوا اسم مختلف؟ في شعار؟ وما سبب فرقة صدى الخليج تعيد انشودة اللي قالت عنها؟ لا لحظة أخت وئام لو سمحتي. نعم معنا اسألون الشباب وش المفاجأة اللي تقصدينها؟ أحد القنوات هم أعلنوها على القنوات الثانية ما بدي أذكر اسمها. أنا قالوا عنهم بصحوا مفاجأة. ذكروا المفاجأة لهم أبيهم يذكرون الآن. تبغى ما عرفتوها؟ بنعلن عن المفاجأة؟ إيه عفوا اختي احنا قلنا اعطينا في اي قناه ما عندنا مشكله. احنا قلنا راح نعلن عن مفاجاه وما اعلنا عنها الى الان. الو لحظه اريد نشوده لك يا رحمن وطلب خاص مني انا ابغى نشوده يا رسول الله في ختام الحلقه. طيب طيب يعطيك العافيه ويام. شكرا. شكرا شكرا يا ويام. والله ما ادري انتم وعدتم الناس مفاجاه. احنا نواعد كثير. ايوه اجل مشكلتكم اخت صادقه ما اجل. احنا نواعد كثير بس انا اقول لك شيء غالبا ما نوعد الا نوفي ان شاء الله. فما ادري والله ايش المفاجاه اللي تتكلم عنها الاخت. فكر انت في اللقاءات اللي طيب قبل اللي طيب قبل فتره وشوف ايش اقرب مفاجاه واعطينا ايش السالفه. طيب كان السؤال عند رياض كيف تتعاملون مع كل منشد. عمر بنجيك الحين كيف تتعاملون مع كل منشد؟ يعني انت تقف ورا منشد سعودي خليجي عربي سوري مصري يمني كيف تتعامل مع هذه الاجواء المختلفه؟ والله عن طريق البروفات. يكون في بروفات قبل يعني قبل ما نطلع على المسرح خلف المنشد في اتفاق قبل تكون في جلسات بروفات يعني تدريبات على الاناشيد ونشوف ايش يحتاج المنشد ايش طريقه الاداء الكورال اللي يحتاجه نتفق على يعني
الكورال والتوزيع وكيف الظهور على المسرح. حلو. كل شيء بالتنظيم يعني ما في شيء على طول. كم المدة اللي عادة تحتاجون عشان ترتبون أموركم مع منشد مثلا في البروفات؟ والله على حسب على حسب ولكن قوي سؤالة. قل له كم مرة يرسل لك على المقيط مسج عشان تحضر البروفات على رياض هو نفسه؟ لا رياض طبعا. طيب خلاص عشان في الفاصل نتفاهم. الفاصل إن شاء الله. والله على حسب يعني على حسب المهرجان نفسه يعني أحيانا مثلا تكون وصلة بسيطة فتحت الطلاب أحيانا بروفة واحدة. إذا كان مهرجان مثلا كبير بتكون في وصلات كثيرة ممكن بروفة أو بروفتين، أو إذا كانوا أكثر من منشد منشدين أو ثلاثة أحيانا مع يمكن أكثر منشد يعني فهمنا ويعني نفهمه كثير اللي هو الأستاذ سمير بشيري. سمير بشيري يعني وجله تحية. الأب الروحي للفرقة. الأب الروحي للفرقة. طيب الله يعطيه العافية. عمر، أكثر منشد من خلال تجاربك مع فرقة صدى الخليج تشعر أنه أو تنبسط إذا اشتغلت معه أو أديت معه في حماس في روح في المسرح؟ أفضل منشد مر عليك والله يعني. أو إيش المعايير اللي أنت تحس أنها تشجيك وأنت تنشد خلف منشد معين؟ يمكن من المنشدين اللي طبعاً المنشدين اليمنيين هم أكثر شيء شعبية يعني صراحة. أمين حميم عبد القادر قوزع. إيه عبد القادر قوزع هو اللي يعني ننشد ونضحك يعني من الاستمتاع يعني. طيب هل حصل معكم إنه في منشد معين يعني طلعتوا معه وقلتوا توبة؟ والله في ما في يعني منشد يعني دبلوماسي عمر. لا ما في. أعطيتهم دورة. قول قول بيني بينك صراحة. ما بقول اسمه بس هل حصل أو لا؟ أكيد ما بنقول اسمه. يعني. والله ما مر علي صراحة. أنا ترى لي الحين سنة ونص مع الفرقة ما. الأمور طيبة. سيدي. الأمور طيبة. لا لا. قبل على قبل السنة والنص. معطيهم دورة في الدبلوماسية. ما عليك. طيب قبل السنة والنص يعني هل من ما شاء الله يعني احتكاك مع منشدين كثار في الفرقة. هل لكم معايير معينة يعني تشترطون من المنشدين اللي راح نطلع معهم على الإدارة المنظمة للمهرجان؟ والله شوف كاشتراط احنا ما نرفض أي اسم لأنه يعني مثل ما كانت صدى الخليج في بداياتها كانت يعني مبتدئة، فطبيعي بيجيك منشد مبتدئ واحنا مستعدين بالعكس ان احنا ندعمه ونقدم له يعني قد ما نقدر نعطي على المسرح راح نعطيه. ان احنا يعني نقول ان المنشد تعبنا على المسرح تحصل، لأنه بعض المنشدين يعني يكون متمسك برأيه. شو بعطيك مثال مقارنة بسيطة. سمير بشيري يرفع التليفون علي، السلام عليكم علي في مهرجان كذا كذا، اختاروا لنا نشيد ونجي نسوي عليها بروفات وجيبوا الكلمات معاك وانتهى الموضوع. يا سلام. طيب تجي يجي البروفا وكل شيء بسيط. في بعض المنشدين ألو لا بالله شوف المقطع الثاني العربة هذه سوي فيها كذا ابشر ان شاء الله نقفل. يعني خلاص انتم عندكم نشيد. قائمة العرب يضغط على العرب. لا الغي النشيدة هذه بحط نشيدة ثانية سوي كذا. طيب انا ممكن تسمع مني لاني انا يعني ما عندي خبرة واعتبرني إنسان مبتدئ في المجال واعتبرنا ما بس إحنا واقفين على المسرح انشدنا معك 20 دقيقة وبعدين انشدنا 20 دقيقة مع فلان وفلان وفلان يمكن 8 منشدين أخذنا في ليلة. فأنا أعرف المنشد اللي كان ناجح وصلاته اختياراته كلمات الأناشيد اللي اختارها وكانت ناجحة أقيس عليها. فممكن أنا أقترح لك شيء. في منشدين يتقبلون بصدر رحب يعني مجرد تقول له والله أنا تبغى رأي جمهور مثلا فلاني ما يسرح معه كذا أخذ النشودة هذه ينبسط. يتقبل جدا بالعكس يقول توكلوا على الله. وفي بعض المنشدين لا أنا أبغى هذه وخلاص يعني رجاء أبشر ما طلبت شيء نطلع على المسرح. والله مو إحنا ما نخدمه يعني مو مسألة أنه إحنا ما نقدم النشودة بالشكل المطلوب بالعكس لأنه هذه قبل لا تكون سمعة زي ما قلت لك وكنا نتكلم في الإعداد الأستاذ محمد مساعد يقول صدى الخليج إذا أرادت أن ترفع منشد رفعت وإذا أرادت أن تخفض خفضت. مو معنى أن إحنا نخفض المنشد أن إحنا ما نأدي زين لا لا شيء. طيب هذا كلام محمد المساعد. شوف إحنا مسألين من الله عز وجل إحنا ننشد وراء خلف المنشدين كلهم نفس الشيء لأن يعني من ناحية مادية مدفوع لنا إحنا نأدي الليلة كاملة. أيه. ومن ناحية فنية هذه مسؤولية فنية على عاتقنا. طب كيف تخفضون بالواحد؟ إنه ما يسمع كلامنا. لا هو ما يسمع كلامك. أنت كيف تخفضون على المسرح؟ ما يسمع كلامك إنه إحنا لما نجي نأدي الناس راح تنظر إنه صدى الخليج ما أدت زين لكن هو المنشد اختار نشودة ما قبلها الجمهور. بس مو أنت اللي تحكم. أنت عند نفس حالته أنت على المسرح. أنا أحكم. كيف تقيم إن الجمهور؟ أنا أقيم الجمهور. أنا موجود على المسرح من أول دقيقة يبدأ الحفل إلى آخر دقيقة. أنا قيم إذا كانت النشودة ناجحة ولا مو ناجحة مقارنة باللي قبله واللي مقارنة بعده. باللي قبله واللي بعده. فأنا أقدر أقول له والله هذه مو مناسبة. والله وحصلت في كثير من المنشدين. أبعطيك اسم منشد الأستاذ عبد القادر قوزة في بعض في يعني رجل رائع جدا وراقي في التعامل. السلام عليكم أبغى الأناشيد فلانية خلاص أنجهزها له أثناء البروفات نشوفنا بعض الأناشيد ما تناسب أبو أحمد ترى والله هذه توكل على الله غيرها وشوف اللي تناسب. والله أحيانا على المسرح
ابو احمد كان الجو نام شوي، ايش رايك ناخذ كذا حول مجهزين مدربين عليها هولي الله يتوكل توكل على الله. فشو شوف شو هذا الفرق. وبعض المشاهدين انا احترم رايه جدا، انا ابغى كذا اللي تعمل فيه دام انت يعني بالنهايه هو اختيارك. الناس ما راح تقول ان حلو. الفرقه هي اللي ادت انشوده، هذه انشوده مين شوده الفرقه، انشودتك انت صح. انت تبغاها كذا توكل على الله. فهذه هي اما نحن نكرهها مره واحده ما ننشد وراها ما في كره كذا بس تخفضون بالرجال على حد قول محمد المساعد ماني صراحه. طيب بنجي لطارق في سؤال مهم جدا ذكرني فيه سمير البشيري. ها بس ما جاوبنا على اسئله الاخوات، احنا ناخذ بيان ونرجع بيان صحفي. طيب بيان تفضلي. لا اخت بيان تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اول شيء انا حابه اشكر فرقه صدى الخليج. ارفعي لي صوتك لو تكرمتي يا بيان. سؤالي بس بسال ان كان في مهرجانات بالقصيم او شيء. جميل. طيب سؤال ثاني؟ لا يعطيك طيب العافية. شكرا يا بيان يعطيك العافية. أيضا اتصال آخر من الأخت آسيا. تفضلي يا آسيا. ألو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم صدى اسمعونك. أشكركم على استضافتهم وجدا مستمتعين بلقائهم وأشكرهم على إبداعهم والله أسعدونا. وممكن أكلم أستاذ رياض؟ يسمعك رياض. تفضلي. أستاذ رياض أنت مبدع جدا وصوتك حلو. شكرا يعطيك العافية. ايش السبب وراء قلة اناشيدك وانتاجك في الفرقة مع ان ما شاء الله مبدع وانتوا كل الموجودين واشكرهم جميعا. شكرا. طيب شكرا شكرا آسيا اتضحت الاسئلة. نبدأ ناخذ بعض اسئلة الجمهور ونبدأ من حيث انتهت الاخت آسيا. تبغى نبدأ مع آسيا؟ اي آسيا. اذا السؤال عند رياض. رياضي ليش انت مقل في ترى مو بس آسيا حتى انا اسألها ليش مقل انت يا رياض؟ جد والله ترى هذا عتب على الهواء يعني الرجال ما ينشد ما ادري ليه. والله السؤال هذا تكرر كثير صراحه و وهق السؤال هذا. يعني الواحد زي ما تقول يقيم نفسه فنيا يحتاج تطوير. يعني مثلا اجي اقول والله الحين بنزل عمل وكذا لا ما زال تطوير. يعني زي تسويف وكذا شوي انا يعني انت كسول شوي يعني. كسول شوي يعني. لكن ان شاء الله في المستقبل يعني في 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 عقبات كثيره تصير للمنشد. اولا الانشوده ما هي سهله يعني مكلفه يعني 5000 ريال وين الواحد يجيب هذا 5000 حق ايش؟ استوديو. اها تكاليف الانشوده الواحد كلمات ايه توزيع الهندسه متابعه التعديلات يعني مكلفه مجهده. حلو. غير انها تاخذ وقت. الناس تفكر ان التسجيل افتح مايك يلا سجل. لا ياخذ وقت احيانا 20 يوم احيانا شهر. بعض الاعمال في عمل اللي انا سويته سجلته قبل 6 شهور ركبت الصوره بعد 6 شهور. اوه يعني جلست سنه شهور هذه لا لا فعلا 6 شهور بعدين جاء يركز معك والله فعلا احيانا تجي تبغى تسجل يعني ما يجي خلاص ما يعني بعد سنه كامله ركبت الصوره. والله عجيبين انتم يعني مزاج تشتغلون بالمزاج تقدرون تطلع شغل حلو. هذا فن اذا ما كنت صافي ورايق انك تقدم الفن هذا ما تقدر والله تسوي فيه ولا شيء. يعني انت مزاجك سيء ما نزلت الى الان. طيب في شيء ثاني ما نزل شو؟ الالبوم اللي الناس قاعد تسال عليه. طيب انا برد على 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 اسئله سالت الاخت إيه؟ طيب الاخت اول شيء اتصلت الاخت غلا عفوا غلا إيه؟ تكلمت عن الالبوم. والله شوف اليوم انا اول ما نزلت من المطار طبعا احنا عندنا جروب في الواتساب في على الجوال ايفون نتكلم فيه مع بعض. اول ما نزلت المطار فتحت الشبكه وجت المحادثات بسرعه 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 فانا ما ادري من فين يعني المحادثه فتحت هذا طالع ولا شباب الفرقه صار عندنا قضية يعني معينة على الجروب. عندنا موعد الأسبوع الماضي على أساس أنه نروح نسجل بعض الكورالات واعتذارات الشباب واحد مريض واحد مدري إيش وهذا فما رح نسجلنا. فصار نقاش أنه لا متأخر الألبوم وفعلا نحن تأخرنا كثير 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 في إنتاج الألبوم. لكن أنا يعني أعزو التأخير هذا اللي الأمور اللي أتفضل فيها الأخ رياض والأخ طارق أنه يعني تخيل إحنا 11 منشد 11 عمل 11 عامل راح ينتج راح ينزل في الالبوم او 12 عامل راح ينزل اعمال جماعيه للفرقه واعمال فرديه. فكل شخص من الشباب يبغى عمله يكون مرتب ومدروس من الجوانب الفنيه. فعشان يراجع الشخص يراجع العمل 12 شخص في الفرقه ويطرحون ارائهم وافكارهم والتعديلات و و يعني انا مثلا اعطيك مثال احد الاعمال تسجل بالكامل كورال والمنشد والتوزيع الخلفيات والشغلات هذه كلها ونلغى الان بيعاد من جديد. افا ليش؟ لان عدم اقتناعنا الفني بالعمل، حسينا انه العمل ما هو متناسب مثلا مع جو الشريط او مع جو الالبوم.
فالالبوم الانتاج ما انا ماني منشد واحد احط ذوقي في العمل مع ملحن وكاتب كلمات وانتج الالبوم واطلع. طيب قبل ما نكمل اسئله الجمهور طارق، ايش المعيار اللي عندكم لا تتنازلون عنه؟ يعني ممكن زي ما الغيتوا عمل هنا، في عندك مثلا معيار تقول اذا ما وجدنا راح نلغي العمل حتى لو انتهى التسجيل؟ اذا ما ارضى الكل مجموعه كيف يرضيكم؟ ايش السبب اللي يخليه ما يرضيكم؟ طبعا احنا متعددين الاذواق، هذه ميزه يعني ان شاء الله. فلما مثلا علي له ذوق معين، له ستايل معين، له جو معين، اذا الكل اقتنع بهالجو معناته ان راح يعجب الجمهور، مع انه ما هو بذوقي لكن عجبني، لكن عجبني إيه؟ حلو، استمتعت انا فيه، فهذا احد الاسباب. اريد ايضا موزع له كلمه، يعني هو يقول احسن لكم هذه، ما تناسب هذه، يعني الاستاذ وائل الناجي ما يقصر، يعني ما يبخل علينا باقتراحاته. طيب في وزي ما قلت لكم من العقبات ايضا احيانا ما نلقى موعد للاستديو. اها انتم ما عندكم استديو خاص فيكم؟ لا استديو خاص، متعاملين مع استديو المعالي الله يعطيهم العافيه. طيب طيب الاخت برضو اللي بعد غلا ما نعرف اللي سالت واحده من الاخوات عن ناصر اللهو، ناصر بس باخذ الاجابه بعد ما استاذنك والجميع في اتصال ايضا من الاخت الاسم مره ثانيه. لمياء تفضلي. يا لمياء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في كليبات جديده لفرقه صدى خليج. حلو. طيب واشكركم لاستضافه صدى خليج، ومع السلامه. شكرا. طيب شكرا يا لمياء. ديما تفضلي، انت معنا على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت تسمح لي اسال؟ ما اسمعك، ارفع الصوت لو تكرمتي. ابشوف عن الزفه اللي نزلوها. اي نزلوها، احس يعني مبالغ شوي بالمؤثرات. اي وفيها موسيقى. فيها موسيقى؟ ايه انا صراحة سكيت يعني. متأكد ان فيها موسيقى؟ يعني سمع يمكن نسخة ثانية ولا انتم نزلتم نسخة موسيقى؟ ما انا عارف، انا شفت على الفيسبوك على تويتر. طيب اتضح السؤال، شكرا. يعني ما يكون زي كذا يعني. طيب واضح الفكرة اخت، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مع الاتصالات ايضا ليال، تفضلي يا ليال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أطلب من ابننا علي نشود العهد السلام. عهد السلام. طيب يعطيك العافية. نرجع نجيب على الأسئلة. بالنسبة لنصر ناصر له. الأخ ناصر له هو أخ مبدع ورائع ونحترمه جدا، وعلاقتنا ما زالت مع طيب اللهم لك الحمد. لكن هو عنده ظروف معينة تمنع من الاستمرار في الفرقة. الفرقة لها ارتباطات وسفريات وروحة ورجعة وشغلات كثيرة يعني. الرجال يعني جزاه الله خير سعى جاهد انه يوفق بين اعماله الخاصه وارتباطاته وبين تواجده مع الفرقه. حس انه يعني زي ما تسالت رياض كيف توفق بين الجانب هذا والجانب هذا. في بعض الشباب احيانا تصير له ظروف معينه يعني تبعد عن الجو، فالرجال حس انه يعني ممكن انه يعمل الحاله كمنشد وهذا تفرغ، اي بتفرغ اهدى من انه يكون في جو الفرقه ما شاء الله. سؤال الاخت يعني كانه في طرطيش كلام، انه في خلاف. لا طبيعي يعني، ايوه لو واحد طلع من نادي اي نادي معين بيقولون انه يزعلوا عليه النادي وطردوه هذا. ابدا بالعكس، ناصر له يعني اخ عزيز وغالي واخوه معانا في الفرقه عبد المحسن. عبد المحسن له، فابدا ما في يعني خلاف لا بيننا ولا هذا. المشكله يعني كانت بس انه احيانا عدم انه زي ما قلت لك انه توفق بين اعمالك الخاصه واعمالك في الفرقه وارتباطاتك صعب جدا. فالرجل طيب كلمنا وكان يعني جدا وضع حبي وهذا. في ذات الموضوع بلا شك انه اضافه منشدين جدد للفرقه هذا امر جيد. قبل ما اسال عن معايير اضافه منشد جديد، ليش يتسرب بعض الاعضاء من الفرقه ويخرجون غير ناصر اللهو؟ يعني شوف هل في اكيد بلا شك انه في خلافات داخليه في الفرقه كحال اي فريق اخر، مع الاشاده بانه جوكم عام جو رائع ويظهر الالفه والمحبه والموده الى اخره، لكن ليش يتسربون هؤلاء الاعضاء؟ والله شوف بقول لك حاجه، كخلافات موجوده طبيعي جدا، يعني الرجل وزوجته بينهم خلافات، الواحد وابوه بينهم خلافات، الخلافات شيء طبيعي طبيعه البشر. لكن انه يكون هو الخلاف هو السبب في انه واحد من الشباب يطلع من الفرقه ما حصل. هل هذا ما حصل ابدا؟ ابدا اللهم لك الحمد ما حصل. اللي حصل انه كل الانسحابات اللي جت من الفرقه، واحد من الشباب جاه ابتعاث وطلع ترك الفرقه. واحد من الشباب كان ارتباط دراسي وايضا ترك الفرقه ارتباط دراسي. واحد من الشباب حس انه وصل لمرحله يظن فيها انه هي مرحله الاعتزال النشيد وترك النشيد واستقر الرجال في بيته ولا عاد ينشد ولا عاد يقدم طرح اعمال نشيد ولا هذا.
الواحد ايضا من الشباب الرابع ترك الفرقه الارتباطات الدراسيه كمل ماجستير. الرجال يعني كان ناوي يكمل ماجستير ودراسه لغه انجليزيه، فقال لي صعب اني انا اتواجد بالفرقه وهذا. فكل الانسحابات اللي تمت من الفرقه الارتباطات الظروف وظروف العمل. وانا مو مستعد اذكر اسماء يعني الشباب كلهم اللي دخلوا وانسحبوا. طب ما تحس انه بعض الاحيان يضايق الجمهور انه تتغير الوجوه اللي كان يالفها من صدر الخليج؟ لا والله شوف، في وجوه موجوده ومعروفه، بعدين اذا راحوا ناس، في عندنا ناس احلى يجوا اكيد يعني، ما يبي لها كلام. احنا اي واحد يروح نجيب واحد احلى، واحد احلى واحد منا يعني. حلو، يا سلام، فيكم الخير والبركه اكيد. الله يسلمك. انا يعني استاذنك انه قبل ما نروح لهذا اسال بس طارق، ايش المعايير اللي انت يعني عشان تقبل منشد جديد تضم عندك في الفريق؟ هل في مراحل اختبارات مثلا تسوونها، مقابلات شخصيه الى غير ذلك؟ اي نعم طبعا، نلتقي فيه بالاستديو، اجلس معه، اتناقش معه، اعطيه السلبيات اللي في اللي تحدث في المجال الانشادي، المجال الفني مو سهل. ايش العقبات اللي نمر فيها؟ اختبر صوته طبعا، اختبر امكانياته، بعدين اجلس مرحله ثانيه مع علي ويناقش علي، بعدين نعرض على الشباب. طبعا كلنا احنا علي صوتين وانا لي صوتين، والشباب كل واحد له صوت. حلو، فيقررون الشباب، اذا عجبهم توكل على ناخذه، واذا ما ناسبنا نقول لا هذا ما ناسب. طيب جهز لنا شيء نبغى نسمع انشوده بعد شوي، بعد فاصل الاجواء شويه كي نخففها. لا بعدين، لكن الحين في اتصال مهم من الاخت اميره. تفضلي يا اميره. أميرة أنت معانا على الهواء، تفضلي أميرة. طيب يعطيك العافية، كل اتصالات المشاهدين أكيد مهمة معانا لأنه يضيفون ويثرون هذه الحلقة. معانا عمر. عمر، كيف يعني بحكم أنك انضميت مؤخرا للفرقة وأنت جديد عليهم، كيف وجدت أنك انسجمت بسرعة مع الفريق؟ والله طبعا اعرف شباب، يمكن اغلب نص الفرقه اعرفهم من تقريبا 10 سنوات. ما شاء الله، اقدم واحد طارق يعني، هو اللي عارفه، وفيه ابراهيم وصلاح كلهم اعرفهم يعني قبل اللي تعرفت عليهم لما يعني ايام الطفوله يقصد. اللي تعرفت عليهم يعني في الفرقه القائد ورياض ويمكن هالاثنين وسلمان معي. حلو، بس ما وجدت صعوبة أنك تنسجم معهم بسرعة؟ لا الحمد لله. طيب رياض، الفريق، هل اللقاءات الجانبية تؤثر كثيرا في سير العمل؟ اللقاءات الأخوية، السفرات، الطلعات، السهرات؟ والله طبعا يعني إحنا أحيانا نطلع يعني مع الشباب على أساس إن يعني إحنا أصدقاء وربع يعني، مو على أساس إن إحنا فرقة يعني، ممكن نطلع نتقهوى في مكان أو نطلع كشتة أو شيء زي كذا، بعيدا عن جو الإنشاد، بعيدا عن يعني بعيدا عن الرسمية. حلوة هذه الشغلة، تعزز يعني شغلة اجتماعية، تواصل يعني. أنا أتواصل مع علي، أرسل رسائل، يتصل علي، أتصل على عمر، ها تطلع معي، أطلع معك، نسولف، أتناقش معه في مواضيع ثانية غير الفرقة يعني. حلو، بس سؤال سفيد كورال بعد في أعماله، ما 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 في يعني، هذه ظاهرة أسأل عنها، سؤال بريء والله يعني، هل ما في تحزبات في يعني في 3-4 مع بعض، 4-2 مع بعض هنا، هذه ما هي موجوده في الفرقه؟ والله مش تحزبات يعني، انت ما تقدر تسميها تحزبات. طيب ما نسميها تحزبات، لكن يعني ممكن ارتياح. ممكن ممكن طبيعي جدا، مثلا ممكن انا وعمر، مثلا انا اعرف عمر مثلا من قبل ما ادخل الفرقه مثلا، واعرفه من قبل زي ما قال 10 سنوات او 5 سنوات او شيء، وعلي انا تعرفت عليه قبل امس مثلا لاني توني عضو جديد مثلا في الفرقه، طبيعي اني بتواصل بيكون مع عمر يعني اكثر من مع علي، خصوصا يعني في معرفه قبل يعني. حلو حلو، بس ولا اما ناحيه التحزب وزي كذا وناس وناس لا يعني، بس كلهم يعني يبون يضبطون القائد يعني عشان اي اهم شيء. لا هو تبرير ترى، هذا اللي قبل شوي رساله استغلها فرصه، اهم شغله يعني موجوده عندي في الفرقه يعني القاعده الاولى لنا ضبط القائد. ايش الولاء العظيم هذا، اهنيكم صراحه. الله يسلمك. طيب نسمع حاجه يا طارق. معلش بنبكيكم شويه. لا ما تبكيناش، احنا مبسوطين يعني. لا بدك تقول لنا بنرتب الاجواء. لا يعني خلنا نسمع شيء رايك. هذه من كلماتي وكملها الاستاذ عجلان ثابت. ما شاء الله مسيره خير والله. احيانا هذه موهبه حلوه، الحدث يخليك تكتب. طبعا علي شاعر. علي يكتب في المناسبه، مو دائما يعني. طيب نعرف المناسبه اذا امكن.
هذه مرثية في جدتي الله يرحمها. الله يغفر لك ويرحمها إن شاء الله. في ليلة لا عادها الله علينا، جاني خبر وفاة غال علينا، ومن فرقته يا ما بكينا وبكينا، وبكوا صغار بعد ما قد بكينا، لو بكينا وسال الدمع وديانا، ما يعود حبيب ندفن تراباه، عين القضاء صابت وعيني جريحة، رحمة على مثواه والله يبيح، عين القضاء صابت وعيني جريحة، رحمة على مثواه والله يبيح، يسقي ثرى قبره ويسقي ضريحة، واللي انكتب لابد يجري علينا، يسقي ثرى قبره ويسقي ضريحة، واللي انكتب لابد يجري علينا، ما حد ندرى متى هي آخر حزانة، كل حي مصيرة يفقد أحبابه. الله يغفر له ويرحمه. يا سلام، جميل. كل حي مصيرة يفقد أحبابه، الله يصبرنا جميعا إذا وصلت هذه أو وصل هذا الموقف. يعطيك العافية، ونستغل الفرصة وندعو لها بالرحمة والمغفرة وجميع أموات المسلمين بلا شك. كان في سؤال أيضا ضمن الاتصالات، في أسئلة برد بشكل سريع. بالنسبة للأخت خديجة سألت عن الإيقاع، سألت عني أنا شخصيا، منهج أتكلم عني أنا شخصيا، أنا أحب أسمع الأناشيد بدون إيقاع. تسمع؟ أسمع الأناشيد بدون إيقاع، لكن ما عندي مشكلة أني أنا أديها بإيقاع. منهج الفرقة أيضا ما عندنا مشكلة إحنا نأدي بإيقاع. طبعا الايقاع نتكلم الايقاع عن الايقاع الدف اللي هو نتكلم عن الشيء اللي مضروب، الدف فقط ولا الطبول ايضا الثاني؟ الدف والطبول الاشياء المضروب، ما اي شيء مضروب ما عندنا مشكله فيه. لكن الموسيقى الوتريات هذه طبعا وشاركت في مهرجانات فيها. بهذا النمط شاركنا في مهرجانات، المنشدين الثانيين هم ينشدون بموسيقى شيء راجع لهم، لكن احنا كصدى الخليج ننشد بموسيقى لا. وئام سالت عن الانطباعات الدوليه، الحمد لله يعني بعد ما نرجع نحس انه يعني الله مالك الحمد لله. نشوف جانا اتصال من السودان، في استراليا لما كنا نروح يعني اغلب الجاليات الموجوده هناك شاميه واخوان من الجزائر وليبيا ويتواصلون معنا، وفعلا تكسبنا تجربه جديده بحكم ان احنا قاعدين نأدي لون جديد. ففعلا الانطباعات من المهرجانات الدوليه دائما تكون رائعه وتؤتي ثمارها. المفاجاه اللي تكلمت عنها ما ادري والله، انتوا اعلنتوا في لقاء، اعلنا في احد اللقاءات عن مفاجاه، المفاجاه اللي جت بعد، اتذكر اللقاء تكلمت عنه المفاجاه اللي جت بعد اللقاء، احنا نزلنا عمل للجمهور. اللي هو نزل العمل للجمهور، وكانت فكرته رائعه جدا، انه اثناء ما ادينا العمل على المسرح كانت اللقاء لايف، فاثناء ما ادينا العمل على المسرح نزل العمل على طول في صفحه الفرقه في نفس الوقت، يعني مزامنه كان. الأخت بيان سألت عن مهرجانات في القصيم، حاليا ما عندنا مهرجانات في القصيم، مهرجان القادم إن شاء الله راح يكون في حائل. الأخت لمياء سألت عن كليب، صدى الخليج ما عندنا أي مشكلة أن احنا إن شاء الله نقدم كليب، بل أن عندنا الكثير من الأفكار لطرح كليبات، لكن نخلص من ألبوم أول وعشان نجد جهة راعية، وعلشان يعني في أمور معقدة كثيرة في إنتاج الكليب. لا يظن الجمهور أن المسألة سهلة، يعني أن الكليب برفع تليفون على أي هذا وقال تعال صور الكليب وأنا بصور الكليب. فالكليب يحتاج إلى يعني سياسات معينة لازم تجرى، وهل يعني ممكن يكون في صعوبة كونها فرقة أكثر من كونها فرد أو مشد؟ إيه، لأنه الفرقة عدد كبير، يعني حتى ما راح أطلع 12 شخص كسيناريو أو كفكرة يحتاج، لكن ككتابة سيناريو وجلسنا والله على طاولة نقاشات كثيرة مع كثير من المنتجين، وتناقشنا في ما فيهم يعني الأخوان هنا في فور شباب الله يجزاهم خير عرضوا، لكن الآن ما وصلنا إلى يعني شيء معين، يعني ما وصلنا إلى هذا، لكن فكرة الكليب موجودة، ومتى ما الله سبحانه وتعالى يسر راح إن شاء الله صدى الخليج تقدم الكليب هذا للجمهور. طيب. دي مسألة عن عفوا آخر سؤال بس، دي مسألة عن مؤثرات الموسيقى في الأعمال، أعمالنا اللي تنزل للجمهور ما فيها موسيقى، ممكن إحنا طب الزفة اللي سمعتها هي الزفة ما فيها موسيقى، سمع الزفة للأخ طارق الشتوي البداية هي مؤثرات فعلا، اللي يسمعها الأول وهلة ممكن يظن أنها موسيقى، لكن هي ما هي موسيقى لأنها زفات، فأحيانا يعني حسب طلب الجهة أو حسب الناس اللي طالبين العمل يكون أنه أرفع زود المؤثرات وقللوها، لكن موسيقى موسيقى لا اللهم لك الحمد. طيب. عمل الموسيقى نكمل الإجابات أيضا، لكن أستأذنكم في اتصال من الأخت بشرة. تفضلي يا بشرة.
بشرى انت معانا على الهواء؟ بشرى معانا؟ يا بشرى. السلام طيب. عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. تفضلي يا بشرى، نسمعك، انت معانا على الهواء. طيب يعطيك العافيه، انقطع الاتصال. في سؤال انا قلت بخليه عندك، يعني بما انه طرقنا اسم سمير البشيري كثيرا في هذه في هذا الحوار، ومعروف انك مدير اعمال سمير البشيري، ايش الرابط ما بين سمير البشيري وصدى الخليج؟ هل هو الاب الروحي فقط، او انه في اتفاقيات يعني خلينا نقول ماليه او مؤسساتيه بينكم؟ اتفاقيات؟ ما في اتفاقيات، هي اتفاقيه روحانيه. انا ارتاح للشباب، خلاص احب اتعامل معاهم، مو يعني نقصهم في حق الفرق الثانيه لا، بس سمير بشيري ما شاء الله يعني شبه يومي الطلبات، يعني يلبي مين ويخلي المين يعني. حلو. ف صار هو عنده قناعه خلاص انه انا ما اقدر، ما عندي وقت اني اتدرب واجهز وابدا من جديد، خلاص صدى خليج جهز كل شيء، خلاص انا مرتاح. إدارة أعمال. أغلب الحفلات يعني لحظة، هذا عرض للمنشدين اللي يبغى يجيكم؟ والله شوف، أنا بالعكس أنا أرحب أي منشد يطلب صدى الخليج تواجد، والله في المنشدين. ولا سمير حصري؟ لا لا، سمير وحتى المنشدين الأخرى. يعني لو منشد طلب بالفرقة أنا أتشرف، بالعكس شرف لي أنه فلان فلاني طلبني بالاسم لأن أكون موجود مع كورال، فهذا شرف لي إضافة لفرقة صدى الخليج. حلو. طيب سمير يعني يطلب مبلغ وصدى الخليج تطلب مبلغ، او انه انتم تخرجون كفريق كامل؟ هو يعني كنا نناقش انا وعلي جاوب الجواب اللي قلنا عليه هذا. برشمين؟ لا 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 والله ما في، بس هو الموضوع انه للاسف اني اتفاجئ لما اجلس مع احد المنظمين او شيء اتفاجئ يقول يا اخي انتم سعركم خيالي غالي، قلت تكلمتنا او سالت عن السعر؟ يقول لا، هذه المكالمه قبل امس طبعا، احد المنظمين يكلمني يقول لي قلت له سمير يبغى صدى خليج، قال يا اخي غاليين، قلت ليش كم المبلغ؟ قال 23000. قلت يوه، ولا عمرنا طلعنا بهالسعر هذا. الا طلعنا اكثر من 23000. قلت ما عمرنا طلعنا بهالسعر، احنا صدى خليج لها سعرها تكاليفها، وسمير بشيري له تكاليف، لكن تواجد صدى الخليج وسمير البشيري في ليله لحالهم في سعر خاص اقل من السعر. يختلف عن كل واحد لحاله. يختلف طبعا، يعني زي ما تقول عرض باكج، باكج كامل. طيب ما يمكن ابدا انه سمير يخرج بدون صدى الخليج؟ لا يطلع في يعني حفلات، يعني يطلع مو مشكله، يطلع في حفلات اذا كانت تناسبه هو وبعض الاجراءات اللي يعني تناسب تواجد سمير، يعني هو يشترط شغلات كثيره. هل نقول انه ارتباطكم بسمير البشيري اختصر عليكم المسافه الى حد ما؟ اي جدا اختصر عليه واختصر علينا. يعني هو ارتاح خلاص، انا ماني شايل هم المهرجان. اي منشد بيطلع مهرجان يا اخي كيف الكورال زين مو زين، نشاز ما نشاز، بيادون صح، كيف نحافظ على التون، كيف لا، هو يجي يلقى كل شيء موزع جاهز مرتاح. حلو. يعني يقضي اشغاله هو مرتاح، يعني ما يشيل هم المهرجان ابدا، حتى حجوزاته جاهزه. طيب نفس السؤال اللي جاء في المكالمه انا بسالك يا علي، تفضل. ليش السعر مبالغ فيه؟ والله شوف انا ما بقول لك شيء، ما بنقول 23 ولا 15، لكن في مبلغ وصلني هذا سعر. انا كاتب النقطه هذه عندي هنا على اساس انه توقعت ان ان ان, إن, إن ممكن انسال السؤال هذا. شوف استاذ الفاضل، احنا 12 واحد. طيب خلي قبل 12 واحد، انت تبغى عمل بالنهايه، تبغى 12 شخص يطلعون على المسرح فرقه تقدم لك منتج او نشيد راقي وبشكل مرتب، ولا تبغى ناس يجون مضغوط على نفسياتهم وتعبانين وماسكين خط وحالتهم حاله وهم مو مقتنعين باللي قاعد يسوونه؟ هذا واحد. فاحنا نحرص على جودة المنتج والراحه، الشيء والراحه فعلا، لاني انا بالنهايه بقدم فن. يعني انت وانت متضايق لا يمكن اجي اقول لك تعال اكتب لي او ارسم لي رسمه حلوه وانت متضايق، صح؟ طبيعي جدا، لان هذا فن. الشيء الثاني، عشان انا ارفع راسي كفرقه وارفع راس المنشد وارفع راس المهرجان، يعني طبيعي جدا ان اوكي في مهرجان بحتسب ومهرجان الثاني بضغط على نفسي. طيب متى بيصير عندي ماده اني انا اقدر افصل ثياب موحده للشباب، اني انا اقدر اصرف عليهم مثلا واغديهم مكان محترم لما نطلع مهرجانات، ان انا مثلا لما احتاج اغسل ثياب وشغلات. بعض يقول لك انت تروح تدلع نفسك، لا انا ما تتغدى في مكان فخم، انا بقول لك شيء، وتسكن في فنادق خمس نجوم على حساب جهات خيريه. طيب تقدم اعمال للمجتمع. انا بقول لك شيء، لو شباب الجهات طبعا جهات خيريه لها سعر خاص غير المهرجان. لكن بالنهايه برضو انت ترى معك 11 شخص، يعني كيف تصرف عليهم؟
يعني كيف اطلعهم واجيبهم واوكلهم ويشربوا واكل ونوم، وتبغى يدي لك فن ويلا ما عليه. والله بعض المهرجانات حتى يعني باليالا الشباب شاي والغداء والعشاء يوفرون اللجنة وانتهى الموضوع. إضافة إلى ذلك إحنا كجهود يعني يمكن رياض مساعد سألته ما أعطى الإجابة الكاملة لهذا، عشان أنا أخلص منشد واحد أو أخلص مهرجان واحد أحتاج أحيانا شهر كامل بروفات، العشرين دقيقة تحتاج إلى ثلاث ساعات بروفات هذا المتوسط. فانت المنشد يجي 20 دقيقه يقول النشيد اللي عنده وياخذ المبلغ وياخذ مبلغ كامل ويطلع الشباب الفرقه بجيب لك 12 واحد بجلسهم ثلاث ساعات متفرقه خلال الاسبوع، كل واحد بقطع من اعماله واهله وزوجته وارتباطاته وما ادري ايش، وبجي جلسه معي في بروفا عشان ابي اطلع مهرجان. يعني لازم يصير في نسبه وتناسب. طيب السؤال، انا كمنظم قلت لي والله 12 واحد، اقول لك يا اخي ما ابغى 12 طارق، جيب لي 6 6. لا تقول لي يطلع بجوده، انا عارف اجابتك عشان كذا حولت على طارق. هو اللي يقول انا ما ابغى الجوده، انه نطلع العدد كامل. طيب يا اخي انا ما ابغى الجوده حقتكم الكامل هذه، انا اعرف انكم انتم محترفين، لا تجيب صدق، اديني اداء ينفع الناس بشكل بسيط. اذا ما تبغى الجوده لا تقصد صدى الخليج. الله والله العظيم ما شفت يا شباب بالله. اي والله من جد انا اتكلم جد، اذا لا تريد الجوده لا تقصد صدى الخليج. يعني خلاص ما تبي الجوده يا اخي ليش جاينا؟ خلاص ما عندي مشكله اروح. انت ما شوف بقول لك دلك على يا بلاش اللي ما عندوش ما يلزموش. الله المهرجانات اللي نحضرها ما نناقشهم حتى في السعر، لاني عارف انه راح يعطينا حقنا وزياده. طيب على المهرجانات الدوليه لحظه بس قبل ما نروح، ابغى نشوده يا عمر، الجو ساخن هنا بس لطف لنا بالله الاجواء. ليش المعلومه اللي وصلتني انه بعض المهرجانات الدوليه او اغلبها ما تاخذون ولا ريال؟ تدري ليه؟ شوف لان انا اقول لك تكلفه الجهه. يعني بعد الحين الرجال دافع لي على كل منشد 45,000 ريال تقريبا، التذكرة الحالة 12,000 ريال كانت. طيب إذا كل منشد دافع عليه 12,000 ريال تذكرة، بعدين بوصل هناك وبكل بجاح أقول لا والله بعد دفع لي حق الليلة اللي أنا قاعد أنشدها. لا طيب اللي جنبنا مثلا الدول الخليجية، الدول الخليجية لا ناخذ عليهم. تاخذون؟ ناخذ. لأنه مهرجان يعني هو هناك المهرجان اللي نروح له هو كفالة أيتام. يعني أنت هذول كل اللي بيحضرون بيكفلون. حتى في غير مسلمين يكفلون. يعني هي تبغى وجهة نظر ويبقى انه محفز. انا اعرف انه بعض الاحيان تحتاج انت مبلغ اكبر من كذا حتى تواصل الانتاجيه باحترافيه. بالضبط. لكن يعني هذا كمحفز. طيب في نقطه، لا بس والله يعني. شوف سعرنا مو غالي. والله سعرنا مو غالي. انا اقولها قدام الجمهور وعلى الشاشه يتصلون يسالون، لا احد ياخذ يعني لا احد ياخذ المعلومه من المصدر الخطا. اذا احد يبغى صدى الخليج في مهرجان، في عمل، في زفه، في انشوده، في اي شيء، يتصل على صدى الخليج ويطلبها. واسعارنا موجوده بكل يعني في الصفحه يدخل وهذا بكل في صفحه الفيسبوك موجودة. نعم. طيب انا بسال عن الزفات لكن ارجع لها، في عندك معلومه او نقطه مهمه؟ معلومه يعني قبل ما اخذها يمكن في سؤال حول الاسعار من الاخت لمياء. تفضل يا لمياء. الو. تفضل يا لمياء. او عليا عفوا. اريد نشود صبيح الروح نشدها لنا قائد الفرقه. طيب انا ما سمعت يا شباب، اذا السؤال اعطوني اياه بالله. ناخذ السؤال من الكنترول بعد شوي. عندك نقطه؟ نقطه انه بعطيك مثال واحد، الالبوم الى الان كلفنا ما يقارب 65,000 اللي ما نزل توه. اللي ما نزل اللي ما نزل وين نجيبه؟ تطالب بجوده بشغل، احنا نبغى نطور الشباب، دورات، شغلات، يعني مقر، تجهيز مقر، مصاريف زي ما قال علي، الثياب والشغلات هذه. الثياب والله مو مقصرين، لومار الله يعطيهم العافيه. والله الان السنه الثالثه على التوالي ويرعون الفرقه ويقدمون لنا ثياب وهذا. ايوه لساننا ذرب، نعرف نجيب من عندهم. يا سلام. ترى على فكره حتى احنا في البرنامج لومار شركه راعيه، وفي لكم بلا شك هدايا في اختيار. تسلمون تسلمون، ما تقصرون دائما لومار. بس اخاف لومار يدرون انهم ضيوفكم. لا لا خلاص احنا متعاملين معهم، لا تعطيهم هدايا. لا تعطيهم شيء. لا والله حبايبنا حبايبنا والله، وانا اشكرهم صراحه، وخاصه يعني فرع الخبر متعاونين الى ابعد حد يعني. اللهم لك الحمد. الله يعطيكم العافيه. نلطف الاجواء يا عمر. طلب خبيتي طارق، ما ادري ايش اللي عندك تعطينا اياه. في عمل جديد بنزل ان شاء الله قريب. حلو. بعنوان الوصيه، من كلمات الشاعر علي الحزمي. ما شاء الله. والحان عبد الرحمن عبد اللطيف. الاسم ابو خبيت يعني شيء. يلا هادي. ربي ديم العطيه ويكفينا شر البليه ويتوب عن كل من هو جنب حياته خطية. صحيح دنياك ساعة
والقلب عندك وداعة احذر يضيع بمتاعه لجاك وعد المنية. الله يا سلام يا سلام يعطيك العافية. نبغى نستمر في هذا الجو الجميل، تعطينا شيء رياض الحين على طول؟ الحين على طول حاربنا حامي. ايه طيب انا وعدت الجمهور من قبل وقايل لهم قريبا وفي لقاء قبل يعني النشيدة حقتي ليالي الوجد كلمات عبد الرحمن ثامر، الشاعر عبد الرحمن ثامر وجه له تحية ويوزعها الآن المهندس وائل ناجي ما شاء الله تبارك، وأوعدهم إن شاء الله أنه قريبا يعني فعلا إن شاء الله قريبا بس ما تتأخر قريبا إن شاء الله تجدون إن شاء الله في صفحة صدى الخليج على الفيسبوك. عسى الله لا يزيد البعد ما بين أرواح محزونة ويرجع من ليالي الوجد تبين في نظرة عيونة رصيف البرد ووضاع ومقهى الصمت والأغراب حنين الوقت ووجاع رموا بين الضلوع غياب مسافر والصبر دربه ولو طالت به الغربة مسافر والصبر دربه ولو طالت به الغربة ويكفي حافظ بقلبه ويكفي حافظ بقلبه قلوب اللي يحبونا. الله الله بنحبك يا رياض. الله يحبك. ايش السر في الاجواء الحزينه هذه؟ والله ما ادري، انا صراحه اشوف يعني انا اشوف هذا الجو اللي انا اشوف نفسي فيه يعني. طب الى اي مدى تحس انه هذا الجو يعني انا احب الاجواء مش الحزينه مره لكن يكون فيها شجن كلمات يعني نوعيه الكلمات احب يكون فيها شجن شوي فيها يعني تقدر تقول شويه حزن حلو يعني نقول رايقه هاديه اي رايقه هاديه يعني كلاسيك حلو كلاسيك الله هنا المصطلحات الرسميه اي نعم طيب ناخذ اتصال ايضا من الاخت لميا منيره عفوا منيره تفضلي ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء حابة أشكركم على استضافة فرقة صدى الخليج، وسؤالي هو صراحة حابة أسأل إنه وش جديد الفرقة؟ طيب اتضحت الصورة شكرا أخت أسماء اليوم معايا فيها مشكلة شباب الكنترول يعلقون من أول. طيب يعني الأجواء مختلفة ومتباينة، أنتم في ألبوم راح تنزلون كلكم، هل كل منشد راح يتفرد بأنشوده أو أن الجميع حيكون كورال؟ لا طبعاً لكل أنشودة يعني جوها اللي يناسبها، ففي بعض الأناشيد مثلاً نختار لها أربع أصوات، وبعض الأناشيد نختار لها أربع أصوات ثانية تختلف عن أربع أصوات الأولى، فعلى حسب جو الأنشودة اللي فيها شجن واللي فيها طرب واللي في والحركيه وال يعني على حسب هذا على حسب المقام هذا حلو. بالنسبه للكورال اضافه احنا راعينا انه يكون في تنوع في الطرح فما يكون مو كل البوم حزين ولا كل البوم فرايحي ولا كل الالبوم يعني ثقيل في المعاني قصائد جزله يعني حاولنا احنا على قولتهم ناخذ نقطف من كل بستان يعني زهره ونسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا يعني انه يعني نقدم شيء يعني احنا نقول اللي ما تعجب الاولى ان شاء الله تعجب الثانيه واللي ما تعجب الثانيه ان شاء الله الثالثه في بعض طبعا كل شباب الفرقه لكل منشد له مشاركه يعني هذه محاوله يعني لابراز الوجوه الجديده بشكل خاص لا والله شوف احنا بصدى الخليج اللي يدخل عندنا مو جديد خلاص هذا يعتبر مبدع يعني طب القديم والجديد يعني الفتره الماضيه هذه ملاحظ انه صدى الخليج يعني بارزه كاسم عام لكن افراد واسماء يمكن ما هي معروفه والله الان هذه انا اعتبرها ميزه لانه لو انت برزت اسم فممكن انه يصير داخل الجو في الان في حزازية. بتبرز اسم انت لا ببرز اسم كل واحد كلنا لنا مشاركات كلنا مشاركات كل طارق له انشوده خاصه ورياض خاصه وعمر خاصه وانا خاصه وكذا كل شباب الفرقه عبد المحسن وناصر وعمر ورائد وسلمان كل الشباب اضافه لان في بعض الاعمال كل شباب الفرقه مشاركين فيها يعني انا كلنا كل واحد له مقطع فيه للانشوده طيب للاتصالات ايضا الاخت دلال تفضلي يا دلال
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على استضافة فرقة صدى الخليج العالمية. شكرا لك. سؤالي السؤال الأول يوجه للأستاذ رياض، لماذا لما طلبت قبل فترة نشودة مسيرة تخرج أستاذ رياض طلب مبلغ عالي، بناء على ماذا هذا المبلغ؟ يعني مبلغ غير معقول. عفوا ممكن كم المبلغ بس؟ لا معليش اتحفظ المبلغ. لا عشان تكون الصورة واضحة دلال اختي دلال الله يهنيك، عشان احنا الحين بنناقش رياض نقاش حامي جاء دوره الحين، اعطينا كم المبلغ عشان نفهم الموضوع بس. لا اكتفي بذلك فقط. لا كذا الصورة واضحة عادي اختي، قولي قولي المبلغ عادي ما عندي اي مشكلة عادي. المبلغ طلب 4500، عدد الخريجات 30 خريجة، لما نقسمها ياخذ من كل خريجة 1500 مكافأة، عفوا ياخذ من كل خريجة 150 ايضا لكل خريجة اساسا مكافأة 850، الحفل كله مقام عليهم، يعني مبلغ غير معقول. هذه طيب. النقطة الأولى. طيب. النقطة الثانية ليالي الوجد دائما نسمع أستاذ رياض يقول قريبا قريبا، نبي قريبا هذه متى بالضبط؟ وشكرا يعطيكم الف عافيه. طيب يعطيك العافيه دلال، هذه زعلانه مره زعلان. طيب 4500 4500 والله رخيص. هنا يسوون 5000. خليني اقول لك بس والله رخيص والله زين. خليني اقول لك الموضوع. اول شيء شكرا اختي دلال يعطيك العافيه، وان شاء الله قريبا ينزل العمل ان شاء الله ويرضيكم ان شاء الله نرضي الجمهور. لا ان شاء الله قريبا قريبا يعني. بالنسبه للعمل اللي ذكرت اختي دلال، طلبت مسيرة تخرج. طبعا مسيرة تخرج أنا المبلغ هذا طبعا مع الكلمات، طبعا شاعر يعني أقل شاعر ممكن أنه يكتب لك بأسماء الخريجات، يعني أقل شاعر ممكن يكتب لك 800 أو 1000، لأنه راح يكتب لك أسماء، يذكر لك أسماء. قالت لك عبارة عن 30 خريجة تقريبا، كل واحدة بيكون وزن موجود في أي يذكر اسم كل واحدة راح يضمنها في بيت أو في شطر، فمكلف. أول شيء كتابة، أنا ذكرت المبلغ هذا كامل مع تكلفة الكلمات. غير كذا لو افترضنا أن الكلمات راح تكلفك 1000 ريال، راح يبقى 3500 للعمل. العمل راح يكون مجهد. غير ذلك استديو، عندك ساعات استديو، عندك توزيع، عندك تسجيل، عندك الكورال يحتاج، يعني في تكاليف للعمل. طارق قبل شوي ذكر يعني أن العمل ممكن يكلفك في الاستديو قرابة 5000، في عمل بسيط عادي 8000. اي والله 8000. يعني هل هذا السعر هو الموجود؟ عفوا اوضح انا بس نقطه معينه، الجمهور مو فاهم. الساعه في الاستديو 250 ريال، اقل استديو تحصل 200 ريال. لا انا اعرف بدي زمان يعني تغيرت، انا اذكرنا ب 100 و150 لا وين الحين النظام تغير زمان، هذا كان 5 سنوات. لا والله فعلا 250 ريال. يعني تصنع، بقول لك شيء، احنا دائما بعض الاخوات او بعض الجهات لما تطلب نقول ما نبي شيء، كلموا الاستديو تفاهموا معه، احنا ما نبغى شيء للفرقه، ما نبغى، احنا ناخذ 1000 ريال على كوره لنشوده، هذه متنازلين عنها، كلموا الاستوديو تفاهموا معهم. الشاعر يبي 800 ريال، والتوزيع لنشوده التوزيع بس 2000 ريال، وساعات التسجيل في الاستوديو 1000 1500 ريال، وكوره للفرقه احيانا نتنازل عنها نقول يلا اللي يطلع زايد جيبوا للفرقه، واحيانا الملحن، والملحن يحتاج. فاذا هذه التكاليف كلها، اذا كانت هذه التكاليف كلها لحظه جاتني معلومة خطيرة. اي وصلنا الظاهر للنهاية، قالوا لي ختام اختم باقي نص المحاور يا جماعة، مددوا لنا شوفوا لنا حل، والله فجعتوني صدمتوني. طيب خلينا نستغل الفرصة، والله الأوراق راحت فيها، ماني قادر ألملم الحلقة. بقول نختم بحاجة قبل شيء يعني نطرب فيها الناس. طيب قبل أن نختم، في أسماء كثيرة يعني كان لها فضل الله عز وجل في وجود صدى الخليج. أشكر الوالد الغالي، أشكر الوالدة الغالية، أشكر كل من وقف خلف فرقة صدى الخليج، المنشدين أستاذ سمير البشيري، المنشدين أسماء كلها، أستاذ عبد القادر قوزع، منظمين الحفلات، لومار، الناس اللي وقفت خلف صدى الخليج في صفحة الفيسبوك، فريق صداويات، الأستاذ عمر شرعب، كل الأسماء اللي وقفت خلف صدى الخليج حتى تصل إلى هذا، وأنتم أيضا يا قناة فور شباب. ويعطيك العافية. في سؤال بس حامي كذا، تفضل. أبغى إجابة قصيرة ومختصرة، ظهور فرقة في المنطقة الشرقية اللي أنتم بدأتوا منها كفرقة منافسة، هل أثر هذا على تواجد صدى الخليج وبدأ يخليهم يتنازلون في الأسعار ومبالغ؟ أبداً أبداً أبداً، صدى الخليج مثل ما بدأت هي مستمرة، ويعني إحنا نسعى نحن نكون في الريادة،
ويكفينا يعني انه احنا نشوف انه احنا قاعد نقدم اشياء كل يعني احنا ننهج منهج كل الفرق الثانيه تسن نفس السنه اللي حسونها يعني يسوون شيء كل الفرق الثانيه تبدا في تطبيقه. فهذا دليل على ان احنا اللهم لك الحمد يعني في القياده او في الرياده يعني. فوجود فرق اخوه بالعكس نرحب فيهم منافسين وموجودين في المجال اذا الله سبحانه وتعالى كتب لهم الوجود والظهور فهذا الشيء يسعدنا ويشرفنا. طيب انا مصر حقيقه واتمنى يعني ان تلبون جميعا. نختم بحاجه جماعيه كذا وتكرمونا فيها. طيب في دقيقة تقريبا عشان نرجع نختم. دعوة إبراهيم ما في الله يا شباب هي الوحيد اللي متقنة ممكن بس مقطع مو كامل. محمد رسول الله دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى دعوة إبراهيم ونبوة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ولد الهدى ولد الحبيب ولد الطبيب ولد الندى ولد الهدى ولد الجمال ولد الكمال ولد الندى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى نبي الهدى. يا سلام تحية مني ومن فريق العمل جميعا إلى هذا الإبداع والإمتاع الرائع حقيقة. أنا زي ما قلت لكم لخمت يعني بوقت الختام ولم أشعر حقيقة بالوقت. الوقت كان معكم جميل جدا وأجزم أنه كان كذلك مع السادة المشاهدين. شكرا قائد الفرقة علي القيض, شكرا طارق الشتوي النائب العام النائب داخليا يعني, وشكرا عمر الدوسري منشد جميل رياض عبدالهادي. شكرا لكم جميعا يعطيكم العافية نورتونا وشرفتونا. وأيضا شركة لومار تقدم هداياها لضيوف البرنامج كما هو المعتاد فشكرا لها. الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. اللقاء سيتجدد الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى في نفس التوقيت. إلى ذلك الحين طبتم وطابت أوقاتكم في أمان الله. لقاء الود والأشجان بكل الحب فينا دان ويحلو الوعد في الخيمة على الميعاد والأزمان أزمان بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة ومنها نحصد العبرة ونمضي في الدنا فرسان ونمضي في الدنا فرسان بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة ومنها نحصد العبرة ونمضي في الدنا فرسان ونمضي في الدنا فرسان لقاء الود والأشجان بكل الحب فينا.